كان بنكا ريو، والذي أصبح معروفا الآن باسم بنكا ريو سانتندر، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الأرجنتين، وله فروع في جميع أنحاء البلاد، وأحد فروعه يقع في شارع سان إزديرو الموجود في الضواحي الشمالية لبوينس أيرس. وفي سنة 2006 لم تكن عمليات السطو على البنوك شيئا غريبا عن البلاد، فقد حدثت سرقة قبل ذلك في العام 1999، والتي اتضح فيما بعد أنها كانت إلهام لسرقة 2006، حيث اقتحم اللصوص مصرفا في روماخو بالأرجنتين واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض بشأن حريتهم مع الشرطة، كما حاولوا الخروج من البنك باستعمال الرهائن كدروع، ولكن رجال الشرطة فتحوا النار عليهم وقتلوا أحد السارقين ورهينتين قبل أن يتم القبض على البقية. وما جعل تلك الفاجعة تبدو كبرى هو أن كل تلك الأحداث كانت تبث بشكل مباشر عبر مراسلي القنوات الإخبارية الذين كانوا في عين المكان، واستطاع كل شخص رؤية المشهد الدموي، وهو ما جعل رجال الشرطة حائرين ولم يقوموا بأي حركة لاقتحام بنك ريو في سرقة 2006 خوفا من حدوث نفس الشيء. كما أن الأخبار قد انتشرت وأصبح المكان مليئا بوسائل الإعلام، كما أن رجال الشرطة كانوا متأكدين من أن اللصوص ليس لهم أي مهرب أبدا، حيث كان المخرجين محاصرين وكل النوافذ يراقبها مجموعة من القناصين مستعدين لإطلاق النار في أي لحظة، ولذلك لم تتسرع الشرطة. كان أحد اللصوص الموجود بالبنك والذي أطلق على نفسه اسم والتر هو من يتفاوض مع الشرطة حول الرهائن، بعد أن سمحوا لحارس أمن البنك وسيدة ورجل في الخروج من الباب دون التعرض للأذى. وعلى الرغم من خطورة واشتعال الموقف، إلا أن المدعو والتر وباقي اللصوص كانوا هادئين للغاية. والأغرب في الأمر أنهم بعد أن علموا أن أحد موظفي البنك يصادف يوم السرقة يوم عيد ميلاده، فقد بدأوا بالغناء له متمنين له عيد ميلاد سعيد. وفي تمام الساعة 3:30 اتصل والتر بالشرطة واشتكى من كون أن الرهائن يشعرون بالجوع ويرغبون في بعض البيتزا. وبعد ساعات طويلة من التحدث مع والتر لم يكن يعرف المحققون ما يجب عليهم فعله. ثم بمرور الوقت قررت القوات اقتحام المكان، وهذا لأن والتر لم يعد يجيب على المكالمات. وبعدها وجدوا شيئا غريبا للغاية، فقد كان الرهائن 23 موزعون على الطوابق 3 الموجودة بالبنك، من بينها الطابق السفلي والطابق العلوي وغرفة الاجتماعات، فيما كانت القوات في حيرة من أمرها بعد أن لم يجدوا اللصوص، حتى أنهم لا يعلمون إن كانوا يوجدون بين الرهائن أم لا. ولكن بعد إعادة فحص المكان وجدوا شيئا في الطابق السفلي، حيث ومن أصل 400 صندوق بالبنك وجدوا أن اللصوص قد فتحوا 143 صندوقا. ولكن لماذا لم يقم اللصوص بسرقة المال من البنك عوضا عن الصناديق؟ وبالعودة إلى التحقيق وخلال استكمال البحث، وجدت الشرطة بعض الأدلة وأشياء أخرى مثل البطاريات وأداة افترض المحققون أن السارقين قد استعملوها من أجل فتح الصناديق، كما وجدوا الأسلحة التي استخدمها اللصوص في السرقة وهي مسدسات ألعاب. ولكن الدليل الأكثر إرباكا كان رسالة تركها اللصوص وراءهم، والتي كتب فيها: في حي الأثرياء بدون أسلحة أو رهائن إنها مجرد أموال وليست الحب. وفي الناحية الأخرى كان الأرجنتينيون يشاهدون الأخبار التي تتحدث عن السرقة لساعات طويلة يوميا، وقد انتشرت الشائعات والآراء العامة، فصور معظم الناس السارقين على أنهم مجموعة مثل روبن هود، وقد جاء ذلك التشبيه بعد العلم أن السرقة قد استهدفت الأغنياء فقط، على الرغم من أنهم لم يوزعوا المال بل احتفظوا به لأنفسهم. ولكن كيف حدثت السرقة؟ بمرور الوقت اتضح أن المسؤول عن ما أسماه الأرجنتينيين آنذاك سرقة القرن بالبلاد هو شخص يدعى فرناندو راخو، والذي كان يشاهد التلفاز أثناء تحدث الإعلام عن سرقة 1999،
وقال أن اللصوص حينها قد نفذوا كل شيء بشكل مثالي، ولكن فشلت خطتهم لأنهم قرروا الخروج بسرعة. ثم في أحد الأيام كان فرناندو رفقة صديقه المدعو سيباستيان غارسيا بوليستر، فتحدث معه عن سرقة 1999 قائلا: ماذا لو يغادر اللصوص البنك من الباب الأمامي بل من حفرة هناك؟ لكن سيباستيان لم يأخذ كلام فرناندو على محمل الجد، فلم يكن أي منهما يمر بضائقة مالية للتفكير في السرقة. فقد نشأ الاثنان معا في حي من الطبقة الوسطى يقع في الضواحي الشمالية للعاصمة بيونس آيرس. في حياتهما كان فرناندو منغمسا في الممنوعات من حيث التعاطي والبيع وأيضا أعمال أخرى غير مشروعة، بينما كان سيباستيان متزوجا ولديه طفلان، وكان يعمل كمصلح للمحركات الصغيرة. كما كان فرناندو يقوم في بعض الأحيان بتهريب الممنوعات وتدريب الأشخاص على فنون القتال مقابل المال من أجل دفع الفواتير. وفي أحد المرات قرر فرناندو أوراخو أن ينفصل عن العالم تماما بعد أن غطى كل نوافذ منزله بلصاق أسود وظل بعيدا عن الشمس لفترة طويلة قبل أن يبدأ بالتفكير في أشياء غريبة كان أبرزها هوسه بسرقة بنك ما. وبينما هو في المنزل بدأ يشاهد جميع التغطيات الإعلامية للسرقات والوثائقيات والأفلام التي تتحدث عن سرقات البنوك، وقد كان هدفه رؤية الأخطاء التي قد وقع فيها منفذو تلك السرقة والتي أدت إلى القبض عليهم، ويحاول صياغة خطة أسماها بعيدا عن قابلية القبض علي. وفي سنة 2004 لم يدرك فرناندو فقط أنه يجب عليه إيجاد الخطط، بل إنه يحتاج صديقه سيباستيان والذي يعتبر خبيرا في الأشياء الميكانيكية والتقنية. ولكن ما هي الخطة؟ بفعل جوها المتقلب تحتوي مدينة بيونس آيرس على مصاريف الأمطار تحت الشوارع والذي يؤدي مباشرة إلى النهر، فكانت الخطة أن يدخل اللصوص إلى أحد تلك المصاريف ويحفرونه حتى يتم ربطها بمخزن البنك، ولكن تجاوز نظام الإنذار الليلي للبنك كان تحديا كبيرا وأخطر من حفر النفق حتى. حينها خطرت لفرناندو فكرة أنه لن يكون الإنذار الليلي عائقا بالنسبة لهم لأنهم قرروا السرقة نهارا بينما يكون الإنذار غير مشغل، ولكن كيف سيدخلون إلى البنك دون لفت الأنظار؟ هنا أخذ فرناندو وقتا قبل أن يجد الحل، حيث قال إن هدفهم هو سرقة صناديق الإيداع الموجودة في الطابق السفلي، وأنهم سيقومون بإجراء عملية سرقة وهمية أو تضليلية في الطابق العلوي، بينما يكونون في ذلك الوقت يسرقون الطابق السفلي، وعندها لن يدرك أحد شيء. كما علم فرناندو أنهم يحتاجون إلى لصوص آخرين للمساعدة، فبدأ في البحث عنهم واستطاع جمع خيرة السارقين والأشخاص الذين يملكون خبرة في الأمر، من بينهم شخص يدعى دوك وصديقه المدعو روبن ألبرتو دولاتور والملقب بفيدو، والذان كانا ضمن مجموعة أرجنتينية سابقة من لصوص البنوك المسلحين. كما أضاف فرناندو شخصين آخرين إلى المجموعة، ووجد فرناندو ممولا وحلالا للمشاكل وهو لص أرجواني ثري متقاعد يدعى لويس ماريو فيتيتسيانس، والذي دفع مبلغ $100,000 من أجل تسهيل العملية. وفي صباح يوم السرقة تجمع رجال السبعة في مقهى لتناول وجبة الإفطار قبل أن يتفرقوا ليذهب كل واحد إلى مهمته. فتوجه سيباستيان إلى مصاريف الأمطار ليشق طريقه نحو البنك من الأسفل، بينما كان خوليان زايو شيفارا يقود سيارة المهرب إلى مكان اجتماع تم الترتيب له مسبقا، بينما قاد رجل آخر يدعى لويس سيارة مسروقة إلى مرآب أسفل البنك، وقاد باقي الرجال سيارة أخرى مسروقة إلى البنك ذاته. ثم دخل ثلاثة منهم إلى البنك وباستعمال مسدسات ألعاب جعلوا كل العملاء والموظفين الموجودين بالبنك ينبطحون أرضا، بينما كان فرناندو قد قاد سيارة أخرى مسروقة خارج البنك عن قصد ليجعلها تبدو مثل سيارة الهرب المتوقعة
لكي يظن رجال الشرطة بعد وصولهم أنهم قد وجدوا خطة الهرب المحتملة للسارقين. ثم دخل فرناندو البنك وهو يرتدي قناع تزلج وقبعة بيسبول ونظارة شمسية سوداء. وفي تلك الأثناء كان سيباستيان قد وصل إلى نهاية النفق الذي تم حفره مسبقا قبل أن ينزل أحد أفراد المجموعة دون لفت الانتباه، في حين كان أحد اللصوص والمدعو لويسين بيدو يحتجز كل الرهائن قبل أن يصبح هو شخصية والتر التي تتحدث مع الشرطة. وقد كانت الخطة أن يجعل لويس الأمر كما لو أن السرقة قد فشلت، وأصبح السارقون يساومون حريتهم بالرهائن الذين يحتجزونهم. فكانت خطة فرناندو أوراخو مثالية للغاية، وقد كانوا يلهون الشرطة والرهائن الذين اعتقدوا أن هنالك سرقة واحدة وهي التي تحدث في الطابق العلوي وفشلت، بينما كان ذلك مجرد إلهاء قبل أن تتم السرقة الأصلية التي تحدث في قبو البنك. كما قام لويس بإطلاق رهينة خلف الأخرى كل بضع ساعات لجعل الشرطة تصدق بأن السرقة قد فشلت. وفي تلك الأثناء كانت المجموعة تعمل في الطابق السفلي، وبدأ سيباستيان في فتح صناديق الإذاعة حيث أخبرهم فرناندو أن لديهم ساعتين للخروج من البنك. وبعد وقت طويل وعندما طلب سيباستيان من لويس النزول إلى الطابق السفلي، فقد قام الآخر عندها بالاتصال بالشرطة وأخبرهم بأن الرهائن يشعرون بالجوع ويريدون البيتزا، كما هدد الرهائن بالقتل في حال ترك أحدهم. وفي الأسفل بدأت المجموعة في نقل المسروقات عبر النفق، بينما كان فرناندو ودوك يقوما برش نوع من الأحماض لمحي أي أثر، كما أوقع عن قصد الكثير من الشعر الحقيقي والمأخوذ من أحد صالونات الحلاقة. وبعد أن خرج الجميع من الحفرة قاموا بتنظيف المكان وأغلقوا الحفرة التي دخلوا منها. ثم استقل اللصوص مجموعة من قوارب الزودياك، ولكن ومن أجل تجنب الضجيج فقد استعملوا المجاديف عوضا عن المحرك، ثم توجهوا إلى سيارة المهرب. وبينما كان رجال الشرطة قد اقتحموا البنك ظنا منهم أن اللصوص لا يزالون في الداخل، فقد كانت المجموعة في المنازل تشاهد التقارير ونشرات الأخبار التي تتحدث حول سرقتهم. كما أنهم وفي طريقهم قام سيباستيان ببعثرة بطاقات الائتمان والبطاقات البنكية المسروقة في شوارع مختلفة بعيدا عن مكان البنك وعن مكان سكنهم. ولم يكن ذلك أمرا اعتباطيا، بل إنه كان يعلم أن ذلك سيعطل التحقيق كثيرا. في كل مرة يمر شخص من مكان ما ويجد بطاقات ائتمان سيقوم باستعمالها، وعندما يقبض عليه رجال الشرطة ويحققون معه ظنا منهم أنه واحد من أفراد العصابة. ولكن كيف تم القبض عليهم؟ عادة كل خطوة فريدة من نوعها تنتهي بخطأ غبي واحد. فعندما أخذ أحد اللصوص وهو بيدرو حصته من المال المسروق إلى المنزل، منحها إلى زوجته إليسا وأخبرها أيضا بأنه قد سرق بنكا برفقة أحد الأصدقاء. ولكن وبعد 5 أسابيع تم إيقاف بيته من قبل دورية الشرطة بينما كان يقود مع عشيقته، وعلى ما يبدو أن إليسا قد أخبرت الشرطة كل شيء وكشفت عن أسماء السارقين كلهم بما أنها تعرفهم. فقد تم قبض عليهم جميعا وتم الزج بهم في السجن آنذاك لمدة قصيرة. وعلى الأرجح هنالك من يوجد منهم الآن حرا في الأرجنتين، لتبقى تلك السرقة تصنف كسرقة القرن في الأرجنتين والتي أفسدها خطأ غبي. أصدقاء قناة ملفات سرية، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو غامض ومثير.